اهلا بكم في قناه شرحلي وفيديو جديد وموعدنا يوم 24 6 24 يونيو 24 من هذا الشهر ان شاء الله موعدنا مع الحكم النهائي للالوات الخمسه وان شاء الله يكون ان شاء الله ان شاء الله هيكون في صالح اصحاب المعاشات ان شاء الله المحكمه تحكم لهم بكل اللي هم بيتمنوه كل مستحقاتهم هنشوف ان شاء الله في الفيديو ده المستحقين للصرف والمستبعدين وباقي مستحقات من صرفوا في عشرين واحد وعشرين هنشوف المستحقات المالية من بداية سنة الف تسعمائة سبعة وثمانين وحتى الان وكمان موقف من صرفوا في عشرين واحد وعشرين على دفعات خليكم معانا وتابعونا من خلال هذا الفيديو كل من خرج معاش او توفي بعد يوليو 1987 له متجمد 3330 النقطه الثانيه كل من خرج معاش او توفي بعد يوليو 1988 له متجمد 12000 جنيه النقطة الثالثة كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1989 له متجمد 15 ألف جنيه رابع حاجة معانا كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1990 له متجمد 18 ألف سبعمية جنيه النقطة اللي بعد كده رقم خمسة كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1991 له أو لورثته متجمد 18900 جنيه رقم ستة معانا كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1992 له أو لورثته متجمد قدره 18240 جنيه رقم سبعة كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1993 له أو لورثته متجمد قدره 18720 جنيه رقم 8 كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1994 له أو لورثته متجمد 18240 جنيه رقم تسعة كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1995 له أو لورثته متجمد 19440 جنيه النقطة رقم عشرة كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1996 له أو لورثته متجمد 20400 جنيه نقطة رقم 11 كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 1997 له أو لورثته متجمد قدره 21128 ألف جنيه. النقطة اللي رقم 12 كل من خرج معاش أو توفي أو توفي بعد يوليو 1998 90 له او لوراثته متجمد قدره 17280 جنيه. النقطه رقم 13 كل من خرج معاش او توفي بعد يوليو 1999 له او لوراثته متجمد قدره 18900 جنيه. النقطه رقم 14 كل من خرج معاش او توفي بعد يوليو 2000 له متجمد أو لورثته 18,240 جنيه. النقطة رقم 15 كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2001 له أو لورثته متجمد قدره 17,280 جنيه. النقطة اللي بعد كده رقم 16 كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2002 له متجمد أو لورثته قدره 16200 جنيه النقطة رقم 17 كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2003 له أو لورثته متجمد قدره 14400 جنيه النقطة رقم 18 كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2004 له أو لورثته متجمد قدره 12600 جنيه النقطة رقم 19 كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2005 له أو لورثته متجمد قدره 11700 جنيه النقطة رقم 20 كل من خرج معاش أو توفي بعد 2006 له أو لورثته متجمد قدره 16200 جنيه النقطة رقم 21 كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2007 له متجمد أو لورثته 21240 جنيه النقطة رقم 22 كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2008 له أو لأسرته متجمد قدره 18700 جنيه النقطة رقم 23 معانا كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2009 وتسعة له أو لأسرته متجمد قدره 17160 ألف جنيه. النقطة رقم أربعة كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2010 وعشرة له أو لأسرته متجمد قدره 18720 ألف جنيه. النقطة اللي بعد كده خمسة وعشرين كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو ألفين وحداشر له أو لأسرته متجمد قدره تمنتاشر ألف جنيه، النقطة رقم ستة وعشرين كل من خرج معاش أو توفي بعد يونيو-بعد يوليو ألفين له أو لورثته متجمد قدره تمنتاشر ألف جنيه، النقطة رقم سبعة وعشرين كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2013 له متجمد قدره 17280 ألف جنيه له أو لأسرته. كل من خرج معاش النقطة رقم 28 كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2014 له أو لأسرته متجمد قدره 11520 ألف جنيه. النقطة رقم 29 من كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2015 له أو لأسرته متجمد قدره 10800 جنيه النقطة رقم 30 كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2016 له متجمد قدره 9000 جنيه 360 جنيه النقطة رقم 31: كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2017 له متجمد قدره 14500 جنيه هو أو ورثته، كل من خرج معاش النقطة رقم 32: كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2018 له متجمد أو لأسرته قدر 14300 جنيه النوتة رقم 33 كل من خرج معاش أو توفي بعد يوليو 2019 له متجمد 14000 جنيه هو أو أسرته واللي قلنا لحضراتكم وضحناه دوت ده بالنسبة للأثر المتجمد بالأرقام من يوليو 1987 حتى 2019 وحتى وقتنا هذا بنعتذر عن الاطاله وبنرجو من حضراتكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس او الاختيار اول او الكل عشان يصل كل جديد و يعني كمان دعمونا باللايك والشير عشان الفيديو يصل لكل الناس ومعلش بنعتذر عن الاطاله كمان مره وكان معكم سيد شاكر من قناه شرح لي اشوفكم على خير